يعطيك العافية. أنت جريح. أها. كيف يعني تصف لنا مشاهد القصف التي تعرضتم لها؟ بصراحة مشاهد القصف زي ما أنت شايف يعني في جرحى وفي إصابات والقصف يعني في كل مكان. حتى أنا يدني بشتغل حكيم طوارئ في الأوروبي بشوف يعني نتعامل مع كذا إصابة. في إصابات بشعة جدا يعني من ناحية إنسانية لا يوجد عندهم رحمة إنسانية. وإحنا نطالب يعني بحق الأولوية بتوفير المواد الطبية لدى الجرحى ولدى المصابين الموجودين في مستشفى الأوروبي مستشفى غزة الأوروبي. وبالنسبة ل يعني عندك المدنيين من كترهم يعني من كتر المدنيين بتلاقي الجرحى على الأرض يعني بتلاقي يعني في كل متر لدرجة أن الأسرة لا يوجد أسرة على الأرض. بتلاقي الدكتور مثلا أو الحكيم بيتعامل مع المريض على الأرض. فهذا الإشي يعني نطالب بأنه بإيجاد حل لنا في هذا الشيء يعني. فلازم لازم 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 إنه يكون في توفير مثلا مواد طبية مثلا يكون توفير مثلا أماكن يفتحوا مثلا ميدان للزيادة مثلا يا يشوفوا لهم حل يعني يتدبر حل للإشي هذا كله. هيت هذا ونكتفي يعني. هو يعني أنت حكيم في المستشفى الأوروبي وأصبت أيضا. صحيح أنا حكيم. وين أصبت؟ في يد اليمنى يعني. خلال قصف؟ خلال قصف صحيح. في أي مكان؟ في منطقة الرايت هاند. أي مكان يعني أي منطقة الاستهداف؟ في رفح في استهداف. الاستهداف كان مباشر؟ كان الاستهداف مباشر صحيح وكان يعني استهداف مش بسيط يعني جامد في منطقة غريب. يعطيك العافية والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يسلمك. يعطيك العافية. حدثينا يعني عن معاناتكم في ظل هذه الحرب. كيف أصبتي؟ ليلة هذه عمري شفت ليلة يكف عنا شر يا رب ولا حدا يشوف ولا حدا يرى ما شوف موقف يا رب حسبي الله ونعم الوكيل على إسرائيل وعلى كل من ولا يا رب حسبي الله عليها صبر لو تعلي الصوت قليلا يما لو تعلي الصوت قليلا قصفوكم بشكل مباشر. وين الإصابة كانت يعني؟ في اليد، اليد اليمنى. شكرا لك. الآن أيضا نأخذ شهادة هذه السيدة. الآن يعني الاحتلال يستهدف كل ما هو مدني خاصة في مراكز النزوح. حدثينا عن تفاصيل الإصابة التي تعرضت لها. كنا احنا يعني قضينا ليلة الله بيعلم فيها طول الليل طول اللي حاطين وعد مجنون على الطيارة طول الليل حزام نار طول الليل ولا سامي. المهم قضينا هالليلة بالله تعرف الصبح صبحنا ايش قلنا بدنا منفعش نضل نحنا هيك يلا نمس نشيل رايات ونطلع إلهم. المهم شلنا الرياض وطلعنا مشينا يعني مسافة مشينا يعني يمكن حوالي زي 40 متر يعني قربنا عليهم. وتم استهدافكم بشكل مباشر من الدبابات من الدبابات طبعا رغم يعني أنكم حاملين الرايات البيضاء. أيوة حاملين الرايات أنا وهذا بنت أختي اللي معي وكمان معنا رجل مسن مسنين ثلاثة رجل مسن معانا. يعطيك العافية. شو اللي صار معاكم؟ الله يعافيك.
الدار اللي جنب نقاحات، وانا كنت دار اسباس، كنت نايم ما شفت الا ان الاسباس في نص الدار طاحت علي، وفي اصابة من النازحين عندي. وانا اجيت مشي اجيت مشي على المستشفى. المكان يعني تحديدا الذي قصف عليكم؟ حي المنارة، حي المنارة عقريق صلاح الدين، خان يونس. خان يونس، تمام. طيب القصف كان بواسطة الطائرات أم قصف مدفعي؟ لا، الطائرات والإف 16 والحمد لله أحد ما تصوبت، أنا رفعت السباست عني وسافت حالي من حالي وطلعت من الدار. شكرا لك، وأمنت شكرا لك والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الآن أيضا هنا في هذا السرير داخل مستشفى غزة الأوروبي رجل مسن أصيب خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وأصيب أيضا في قدمه كما نشاهد، رجل مسن لا حول له ولا قوة. ما الذي حدث معكم؟ حدث الصبح بدري واحنا في المدرسة، قعدنا من النوم في مدرسة الوكالة، أجا صاروخ، استشهدوا 40 نفر وإصابة حوالي 300-400 نفر. في أي مدرسة تحديدا؟ في مدرسة معن الوكالة. هذه تأوي نازحين؟ تأوي النازحين. الصبح بدري كان فيها حوالي 5-6 آلاف شخص. واجا فجأة الصبح وما لقيناش البرنصات أجل بعد ساعتين، والمهم يعني استشهدوا حوالي فوق 40 بني آدم وإصابات تقريبا 300-400 نفر. سيارة الإسعاف هل وصلت بسرعة لكم؟ لا، بعد ساعتين كانوا في عليهم يعني مضايقات. شو السبب تواجد الدبابات الإسرائيلية في محيط المدارس مثلا؟ في محيط المدارس استغربت للمدرسة وبعد كده ضربت المدرسة. يعني بالتفصيل يعني شو اللي صار معاكم؟ عمي اللي صار معانا صار خبط زلازل صواريخ قبل ليلتها، رحنا انا رحنا شردنا وين، وانه في المدرسه تحت الوكاله، لما شردنا بيتنا الليله في قلبها، لما بيتنا الليله طول الليله يضربوا علينا صواريخ من فوق المدرسه وام 16، الصبح بدري نزلوا علينا صواريخ المدرسة كلها، 40 نفر اللي ماتوا، أولاد وصغار وبنات وصغار ونسوان، جميعهم من النازحين؟ جميعهم من النازحين، وش النازحين جايين من غزة كمان، نازحين من جايين من غزة، وجا النازحين يعني من مدينة غزة وشمال غزة، مدينة غزة وشمال غزة نازحين في المدرسة هذه، شايف؟ ونزل علينا الصواريخ وخليها على الله، أنا هاي جلدة، والله غير الجلدة ماسك الجلدة، بسم الله ناس غير جلده ولسه ما عملناش عمليه، واتصلنا بالاسعاف بعد ساعه ونص لما صفي دمي وانا معي سكر ومعي ضغط ومعي القلب، بعد ساعه ونص لما هم ظنيت الله اعلم اتصلوا بالصليب، والصليب اتصل باسرائيل قالوا ايش رايكم بدنا نروح نجيب من المدرسه معن هذا فيها ناس متقتلين. ما هي الرسالة التي تودون إرسالها خاصة يعني في ظل هذا الاستهداف للنازحين؟ احنا ناس أبرياء وطبوا فينا، احنا ما لنا في البعيد ولا في القريب، وكان الله بعوننا يا راجل، كان الله بعوننا، طبوا فينا هذا هم اليهود، ذبح فينا ذبح، وإيش بدنا نعمل وإيش بدنا نسوي، الله غالب، إيش بدنا نسوي، الله غالب يا حد. الحمد لله على الحمد لله على سلامتكم. كما نشاهد يعني أيضا هنا في مستشفى غزة الأوروبي جميع الجرحى من المسنين، وهم من المدنيين الذين قدموا من شمال غزة ومدينة غزة واتخذوا من مدارس الأونروا ملاذا آمنا لهم، لكن القصف لحقهم في مدارس النزوح. هذا الرجل سنقابل نجله بداية، يعني اشرح لنا تفاصيل الاستهداف. لأننا كنا أول شيء في خان يونس، فهم أمرونا إنه إحنا نطلع يعني على منطقة آمنة لأنه صار في قصف كتير في خان يونس، فروحنا إحنا على منطقة رفح، فأول يوم يعني لسه دخلنا رفح قعدنا في حاصل، تمام، كنا أول يوم لسه ننام فيه يعني ملناش وقت بسيط، يعني جينا المغرب استهدفونا على الساعة 10:30، كنا يعني في حاصل وتم الاستهداف جنب البيت. فقصفوا البيت كله بمن فيه، فكتير شهداء طبعا ما طلع من البيت اللي جنبنا غير ناجي واحد يعني من البيت،
الباقي كله مستشهد طبعا. يعني احنا كنا في غرادين لانه يعني انتم في بيت تم استهدافكم حاصل بيت بيننا وبين الدار بس كنا تحت الانقاض ما إلنا دخل لا حد فينا تابع لتنظيم لا حد تابع بشيء. الحمد لله احنا ابرياء يعني زي ما بدهم بالروح قاعدين. احنا نازحين من غزة ما إلنا دخل المنطقة ما إلنا ما بنعرف فيها حد. هاي اللي صار معنا الحمد لله يعني ويش أكثر هيك الحمد لله. الحمد لله على سلامتكم. كما نشاهد يعني هذا الرجل هو من مدينة غزة وقدم إلى جنوب القطاع بحثا عن المأوى الآمن، لكن القصف الإسرائيلي لاحقهم حتى في جنوب قطاع غزة. أيضا ندخل هنا إلى هذه الغرفة داخل مستشفى غزة الأوروبي ونشاهد هذه السيدة التي أجري لها التدخل الجراحي والعلاجي في داخل المستشفى من قبل الأطباء. نشاهد الإصابة هنا في قدمها في الأطراف السفلية خاصة. نستوضح من هذه السيدة، الحمد لله على سلامتكم، يعني ما الذي حدث معكم؟ احنا من الليلة تقريبا الساعة 3:30 دخلت الدبابات حوطت البيت يعني، وصار قصف عنيف. فكنا اجتمعنا بغرفة بعد هيك حاولنا نرجع لورا لانه القصف كان عنيف بشكل مش طبيعي يعني. فتقريبا الساعة 6:30 الصبح لما احنا قدرنا نطلع من البيت اتجهنا لبيت عمي، وهناك كل الحارة اللي انا فيها اجتمعنا في بيت واحد. هلقيتها صار الوقت سرقنا، صارت الدنيا عصر بدناش الدنيا تلين، لو لينت الدنيا علينا الوضع هيصير أسوأ وأسوأ. فقررنا إنه إحنا نحمي الرايات البيض ونطلع من البيت. حملنا واتجهنا اتجاههم، لسه ما وصلناش طرف الشارع طبوا فينا. هذا في أي مكان؟ إحنا في بني سيلة عند المركز الثقافي. يعني حملتم الرايات البيضاء من أجل يعني إشعار الدبابات أنكم آمنين مدنيين؟ صحيح مدنيون. صحيح، كنا مدنيون رجال ونساء وأطفال يعني ما فيش حد. فاتجهنا. طيب القصف، القصف كان مباشر من الدبابات؟ مباشر يعني بشكل مش طبيعي. طيب شو نوعية الإصابة؟ طلق ناري أم شظايا صواريخ؟ طلق ناري. طلق ناري قناص يعني. قناص وتفتفت في شظايا برجلي ومش قادرين أصلا كمان يعملوا العملية يعني ما كلية بطلع. يعني هو نوعية الإصابة عيار ناري في القدم متفجر. طيب شو وضعك الآن يعني شو قرر الأطباء؟ بحكي لك شغلة، الحمد لله صعب جدا جدا، لكن بفضل الله أنا متحمل، بحمد الله وبشكره 100 شكر انه الإصابة اجت فيا ما اجتش اولادي، لانه اطفالي كانوا جنبي والحمد لله رب العالمين، اجت فيا ما اجتش في اطفالي الحمد لله. صوبت امي معايا وخالف ابن عمي واخويا ابن اخويا وابن عمي والحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونشكره ربنا ان شاء الله يا رب. شو الرسالة التي تودي ارسالها الان يعني خاصة في ظل هذا الاستهداف للمدنيين، وخاصة يعني الاستهداف يعني عليكم كسيدة، عليكم يعني عليكم كسيدات؟ يعني أنا كسيدة إيش عملت؟ أمي كست كبيرة إيش عملت؟ خالتي كست كبيرة إيش عملت؟ وعمي وغيره وغيره إيش عملنا إحنا؟ الذنبنا إحنا بنصير الذنبنا إيش إحنا عملنا؟ إيش إحنا عملنا؟ هذا ابني، هذا ابني كان جنبي، كان بإيدي وأخ وبنتي الصغيرة، والحمد لله لأنا الحمد لله رب العالمين اجت فيا ما اجتش فيه الحمد لله، بحمد الله وبشكره الحمد لله. كيف حالك يا عمو؟ شو اللي صار معكم يا عمو؟ كنا متواجدين في الدار فجأة الدبابات اجوا وضلوا يطخطخوا علينا وكمان اتصوبنا ورموا قذيفة على الدار الدبابات؟ طيب غرفة خال المشلول. أصيب خالك؟ لا الحمد لله الحمد لله. طيب شو بتوجه رسالة يعني للعالم خاصة يعني في ظل هذا الاستهداف المباشر لكم يا عمو؟ كأطفال اجتمعنا احنا قومنا احنا روحنا، النسوان بشو كيف راحوا هم يقاوموا مثلا
الأطفال اللي زي هاي أختي شو عملت؟ إيش عملت في حياتها؟ إيش عملنا في حياتنا؟ ولا إشي. طيب الحمد لله على سلامتكم، إن شاء الله ربنا بيشفي لك الوالدة. وبنطالب إحنا، بنطالب العرب إنهم يحسوا فينا، يقفوا معانا، يعتبروا أطفالهم اللي بيصير فيهم الإشي، يعتبروا الأطفال مش إحنا، بلاش إحنا، الأطفال. أنا كأم أنا مش خايفة على نفسي، أنا خايفة على أطفال. كأطفال إيش ذنب هدول الأطفال اللي بيصير فيهم الخوف الذعر، اللي إحنا اللي حسينا الخوف على أطفالنا لما يعيطوا إيش 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 يعني، ارحمونا يعني، حسوا فينا يعني، بنضلنا من دم ولحم يعني، حرام. شكرا بالأطفال. شكرا شكرا لك، ونتمنى يعني أن تصل هذه الرسالة وأن تجد أذانا صاغية، تجد أذانا صاغية في ظل هذه المطالب. ونعم الوكيل أكثر منها منقدر. شكرا لكم وحمدا لله على سلامتكم. هذه أيضا طفلة، وهي يعني طفلة السيدة التي تحدثت قبل قليل. عمو يعني شو رسالتك من أجل إيقاف هذه الحرب الإسرائيلية على غزة؟ يعني كيف دخل الأطفال الصغار اللي بيقولوا يا رب إحنا إيش سوينا في حياتنا؟ بتصل على الطوارئ بيقولوا لنا إيش نعمل؟ قاعد بقولهم طلعونا، بيقولوا لنا إيش نعمل؟ بتصل على الإسعاف بردوش علينا، إيش نعمل يعني إحنا؟ الحين إيش نسوي لها ماما؟ فمنوصل رسالة لكم إنه إحنا شعب واحد، ساعدونا. أنت شفت الدبابات لما دخلوا عليكم؟ والله إيش رعب. رعب. إن شاء الله. أنت أول مرة تشوف الدبابات. صحيح. يعني كطفلة فلسطينية لأول مرة تشوف الدبابات بهذا الحجم. صح. شفت جنود الاحتلال. صحيح. كيف كان تعاملهم معكم؟ ما تعاملوش معنا. بس أنا شفتهم من بين الدبابات يعني، صح في نقزاز. وشفتهم ورجعنا دغرة، أول ما قصف ورجعنا يعني. كنا نصوت ونصيد، أخويا مرق في الدار وصرنا نصوت، فكروا إنه طاح وصار حال، نرجع زي هيك وندخل من بين الحدائق. يعطيك العافية وربنا يسلمكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا نازحين في مستشفى غزة الأوروبي، وعشنا معاناة صعبة جدا لهذه اللحظة، لأنه وكمان أنا أخويا جريح في مستشفى غزة الأوروبي، يعني عشنا معاناة صعبة جدا، وهناك في إصابات وجرحى يتواجدوا في مستشفى غزة الأوروبي، وهناك عدد كثير من النازحين والناس الذي كانوا يعيشوا في صعب جدا، وهذه اللحظة كانت يعني مش عارفين ايش بدنا نقول لكم، والله وامطار شديدة جدا، والنازحين كل واحد مثلا عمل له خيمة يقعد فيها، طارت الخيمة واللي دخل عليه مية، وعشنا في معاناة صعبة جدا، ولا يتوفر مواد غذائية ولا مواد طبية، ولا يعني مش عارفين ايش بدنا نحكي، والله تعبنا جدا عن جد، والله مر علينا ظروف صعبة جدا، ولا في رواتب ولا في مواد غذائية ولا في اشي، يعني الواحد انه يقدر ظروفنا يعني، والله تعبنا جدا، مش عارفين ايش بدنا نحكي لكم، يعطيكم العافية. ايضا هنا داخل قسم الاستقبال والطوارئ في المستشفى الاوروبي نشاهد هذا الطفل الذي يعني حرم من قدمه اليمنى بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي بطائراته الحربية لقطاع غزة، وخاصة مدينة خان يونس أو شمال قطاع غزة. شمال قطاع غزة نشاهد يعني طفل في يعني ريعان طفولته حرم من قدمه. كيف حالك يا عمو؟ تحكي يا عمو؟ يعني بسبب الصدمة لا يستطيع هذا الطفل أن يتحدث، وهذه هي براءة الطفولة. والد الطفل سيتحدث الآن. يعني ما الذي حدث معكم مع هذا الطفل يعني تحديدا؟ شو اسم الطفل وشو اللي حدث معكم؟ صعب الكحلوت مخيم جباليا، ضربوا الدار برميل متفجر، استشهد 30 نفر عندنا في الدار، أمه وأخته، وصابت اثنين الاولاد اللي انا جبنا هذا، وعمامه
عمه وسيده واخته كل معظمه نساء يعني اللي استشهدوا. هذا هو الطفل براء ومن اسمه يعني براءة الطفولة. وأيضا شقيقه أصيب أيضا خلال القصف على مخيم جباليا شمال قطاع غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا قف سابقا وما زلنا نقول وما زلنا نكرر، لكن للأسف لا يوجد تغيير على أرض الواقع. المنظومة الصحية تنهار تماما تنهار على مرأى ومسمع الجميع. كنا في الشمال وها نحن في الجنوب نكرر نفس الكلام ونفس ولا جديد. المنظومة الصحية تنهار، يعني صراحة واقع سيء، واقع مرير. ودع الواقع يعني دع المشهد هو يوصف الواقع. تمام دكتور. طيب دكتور، نتحدث عن المستلزمات الطبية ونقصها. عجز شديد هنا في المستشفى. عجز شديد في أفضل يعني في أمور لا يمكن الاستغناء عنها. الأكسجين، أدوات العمليات، أدوات البنش، أدوات التخدير، هذه الأمور عجز شديد، والعجز لا يغطى ويزداد 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 ويزداد. يعني منظومة صحية تنهار. نأمل يعني من المؤسسات، من العالم، من أصحاب الضمير، من أصحاب حقوق الإنسان، أصحاب الشعارات، أصحاب الهاد، أن ينظروا لهذا الواقع المرير وأن يتحركوا عمليا. نحن نحتاج لتحرك عملي. التظاهرات والمناشدات والتصوير والهاد، هذا كله جزء نظري. نحن نحتاج تغيير عملي. يعطيك العافية دكتور.